الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة إن
ربي لسميع الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم زد فزد. ما شاء الله، یہ تھے جناب قاری حماد انور نفیسی صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، ان کے انداز میں، ان کی آواز میں خیر و برکتیں عطا فرمائے. اونچی آواز سے کہہ دیں آمین.